الحلو والمبشر بالخير انه بالشهر الفضيل كل بلداتنا العربيه تلبس الحلي الرمضانيه وبيكون في جو كتير حلو. صحيح صحيح. وانا اليوم عين صباحنا غير كانت على عبلين. فقره بلدنا غير نتابع. رمضان بعبلين بتميز بفعاليات جدا كبيره عددها كثير، بنحاول من خلالها انه ندمج كل الفئات حتى يكون رمضان يعني الناس تشعر في رمضان كل الفئات، اذا كانوا اولاد صغار ولا كبار ولا اهالي ولا نساء ولا صبايا صغار، فاحنا بنحاول ننوع من فعالياتنا حتى احنا نغطي كل فئات المجتمع. شارك إخوتها الإسلام للمرة، ما فيش عندي عدد عملياً، مش بس بمسيرة ثوانيس إنما بكل المسيرات اللي بتصير هنا، ومش بس بالمسيرات إنما كمان بكتير فعاليات نشترك مع بعض. الإشي مش مفهوم ضمناً، كل الوقت إحنا نتعامل بشراكة تامة وكاملة بكل المناسبات، سواء مناسبات دينية أو مناسبات اجتماعية أو احتفالات، فإحنا بنعطي كلنا، لأنه الكشاف أخ لكل كشاف، وهذا اللي متعودين عليه، وأهل عبلين الحمد لله بيأمنوا بهذا الإشي. يعني هي مريم بواردي ما هي لكل عبلين، هي مش بس للمسيحية طبعاً، كمان يومين ثلاثة في عندنا كمان أمسي رمضانية في مقر القديسة مريم بواردي. إحنا بنعتز بالقديسة مريم بواردي، وأهل البلد أسلام ومسيحية بيعتزوا بالقديسة مريم بواردي، لأنه إحنا الانتماء لقينا للبلد، إحنا لا ننتمي لطوائف، انتمائنا لبلدنا، وكل قديس وكل إنسان طيب في هالبلد إحنا بنحبه بدون ما تمييز إذا كان مسلم أو مسيحي. حتى يكون رمضان شهر الخير والبركة محسوس وملموس عند الناس، مش بس في المسلسلات وعلى التلفزيونات، كمان في الشارع، كمان حتى نعطي للناس الفرصة للتلاقي واللقاء بين بعض، لأنه إحنا بنآمن إنه اللقاء بين الناس ببني جسور للتواصل والتعارف. عبلين بطوائفتها الإسلامية والمسيحية بيشتركوا في هذا البرنامج. إحنا دعينا كواحد من سبع سرايا كشف المشهد الضمينة جديد للمنظمة، ودعونا للمرة الأولى إحنا منشاركهن بهالمسيرة، هن مستمرين فيها للمرة السادسة على التوالي. نتمنى لإلهن إنهن يستمروا فيها على طول، لأنه كانت مشاركة حلوة. أجواء كتير حلوة، خاصة إنه للكبار وللصغار ولكل الأجيال اللي بتضم من كل المستويات بالجيل بالعمر، وفيها في كتير برامج ترفيهية اللي هي يعني بتشجع الواحد يجي يحضر ويجي يشوف. أولاً هو رمضان، يعني هو كليات المعروف شهر التسامح، لكن عبلين تتميز في رمضان في الماضي هو أكتر في الأهل يعزموا بعض، يزوروا بعض،
الواحد يعمل صلة رحم، يزور خواته، أهله، يعني يقتصر رمضان بس على الزيارات البيتية والعائلية. لكن احنا بنشهد عبلين في الفترة الأخيرة إنه في أصبح هناك حركة اجتماعية، حياة اجتماعية تانية. فعبلين اليوم تتميز في حركة نشطة جدا اجتماعيا في هذا الشهر الكريم. احتفالات سنوية كبيرة بنعملها، عيد القديسة مريم بوردي اللي احنا بنحتفل فيه ثلاث سرايا مع بعضنا ونمشي مع بعضنا وكلياتنا نحتفل فيه. في عنا فوانيس، مسيرة الفوانيس اللي احنا بنعتبرها كمان لإلنا، انه احنا بنشارك واحنا بنستضيف كمان المكشفات من خارج البلد. وعنا مسيرة الصليب او سبت النور اللي هي تاخذ على عاتقها كشاف الارثوذكسي، وطبعا احنا الكشاف الاسلامي وكشاف مريم بوردي نعتبر حالنا كشافة واحدة. شعرنا بالأخوة أكثر، بالوحدة، شعرنا وكأنه الإشي يعني كان بغض النظر كان مسيحي ولا إسلامي، سرية واحدة كانت، كان سبع سرايا ولكن كنا فعالين كسرية واحدة، والحمد لله مركت والكل انبسط، وأنا شخصياً انبسطت كثير كثير. رمضان عملياً مش بس للمسلمين بعبلين، إنما لكل أهل عبلين، حتى إحنا كمان نعيد رمضان ونصوم رمضان في بعض الأحيان، والحمد لله وكل عام وانتم بخير للجميع.